ثلاث منها في بيلاروس والرابعة عبر الفيديو. مفاوضات روسية أوكرانية يسعى خلالها الجانبان إلى تقريب الرؤى وإنهاء الهجوم الروسي على أوكرانيا، لكنهما لم يتنازلا عن مطالب طرحت على طاولة المفاوضات الأولى، وهي حاضرة أيضاً في الجولة الرابعة من المفاوضات التي بدأت في 14 من الشهر الجاري ولم تنتهي بعد. أوكرانيا ركزت خلال المفاوضات على وقف إطلاق النار وسحب القوات الروسية من الأراضي الأوكرانية والحصول على ضمانات أمنية، وهذا ما يصر عليه الرئيس الأوكراني في جميع خطاباته. المفاوضات جارية من أجل أوكرانيا، أولويات في المفاوضات واضحة تماماً، وتشمل إنهاء الحرب وضمانات أمنية واحترام السيادة واستعادة وحدة أراضينا. أما روسيا فقد وضعت عدداً من الشروط مقابل وقف إطلاق النار خلال المفاوضات، أهمها تخلي أوكرانيا عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي والتزام الحياد مقابل وقف إطلاق النار، إضافة إلى الاعتراف بشبه جزيرة القرم من قبل أوكرانيا جزءاً من روسيا وبجمهوريتين دونستك ولوغانسك دولتين مستقلتين. شروط لم ترق الجانب الأوكراني الذي يعتبر عدداً منها تدخلاً في شؤونه، وهو ما وضع العصي في دواليب سير المفاوضات الثلاث الماضية، مع وجود مؤشرات إيجابية تهيمن على أجواء الجولة الرابعة من المفاوضات بعد أن أعلن الرئيسان الروسي والأوكراني تقدماً إيجابياً في المفاوضات، فيما أكد مستشار الرئيس الأوكراني أن المفاوضين الروس بدوا أكثر جدية خلال الجولة الرابعة من المفاوضات وأكثر اهتماماً بالمطالب الأوكرانية. وجود المفاوضات في حد ذاته خطوة للأمام وإشارة على التقدم، أعني بذلك أن هناك تقدماً ما دام هناك مفاوضات، ولكننا لا نستطيع التعقيب حالياً عن طبيعة التقدم، ذلك أن المحادثات سرية، وبالتأكيد حين يكون الوقت مناسباً فإننا سوف نقدم مزيداً من التفاصيل. أجواء التفاؤل التي سادت الجولة الرابعة من المفاوضات لم تنعكس على الأرض مع تفاقم الوضع الإنساني في أوكرانيا. فاتن يوسف، تي آر تي عربي.